بإحدى دواوير عرش مجاهر جنوب مسغانم تقام الطعيمة التي يتم من خلالها لم شمل العائلة الكبيرة من أقارب وجيران لإطعامهم يوما قبل حفل الزفاف. يعد طبق المعمر أو الكسكس المسغنمي سيد موائد الطعيمة. نتعنا هذه ماكلة الطعيم نعرض الناس يجوا يطبخوا ويروحوا. وعنا فرح وهذه عادتنا من حتى شق بقيرات قاع مجهر قاعد يعادتهم هكا. نبنوا القواطين ونفرشوا بقطايف واللي جا مرحبا به. عرس تقليدي، خيام منصوبة وزراب ممدودة وموائد تزينت بألذ الأطباق التقليدية، تفننت النسوة في تحضيرها لتقدم للضيوف. رانا راكم تشوفوا فينا انا نديروا في الطعام، هي نوما مقسعة كبيرة تاع الطين ونعمروها ونخرجوها بالدراجي والبيض وكاع. تقاليد والعائلات المسغنمية لا تزال تفرض منطقها رغم التقدم والتحضر الذي يعرفه المجتمع، فرغم الحداثة تظل الأصالة عنوانا لأفراح العائلات المسغنمية. عقبتنا إن شاء الله. آمين. مرحبا على السيد اللي هو عيد مساء بعض. آمين. ونجعل بالعلم دخلوا عليه بس عوشت إن شاء الله.